بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم بواجب العزاء لشهدائنا ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين. في البداية كده، عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدولة، كل مواطن فينا ينتظر بيان رسمي. محدش أبدا هيكون فيه معلومة هيخبيها، محدش يجري ورا الميليشيات واللجان الإلكترونية اللي هم بيروجوا شائعات على مدار الوقت ويقول لك حصل هنا ايه. في حقائق محدش أبدا له مصلحة في إخفاء أي معلومة. ايه الحكاية وايه الحقيقة اللي حصلت النهاردة؟ البيان الرسمي الصادر باسم المتحدث العسكري للقوات المسلحة هو الحقيقة، غير هذا البيان كذب. يعني أي كلام خارج هذا البيان غير صحيح. تاني بقول لكم غير صحيح، الحقيقة في هذا البيان. إيه اللي حصل؟ نشوف البيان قال لنا إيه؟ هي دي المعلومات الحقيقية والحقيقة. في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد 9 من الضباط والدرجات الأخرى. وصرح المتحدث العسكري بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وإحنا كمان نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر شهدائنا ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل. يبقى هنا ده الحقيقة في هذا البيان الصادر على لسان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية. الحكاية موجودة فين؟ في منطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان. حضرتك على طريق السخنة ولا على طريق السويس ولا تلاقي كده لافتات الروبيكي، منطقة الروبيكي اللي فيها اللي كان اسمها اللي هي فيها مدينة الجلود في العاشر عند العاشر من رمضان، ملهاش علاقة بأي مناطق أخرى. اللي بيروجوه غير كده، غير المنطقة دي، أي كلام غير روبيكي كذب غير حقيقي، ومفيش حاجة حصلت إلا هنا. بالمناسبة زي ما قال سيادة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري، الحادث ده قدام حضراتكم فين؟ الروبيكي جنوب العاشر رمضان. في منطقة أخرى؟ لا. طب في حاجات أي كلام غير البيان ده مش صحيح. زي ما بقول لحضراتكم الحقيقة في هذا البيان. طيب في كلام بيروجوه؟ طبعا. في كلام بيقولوه؟ طبعا. طب تمشي وراه؟ لا. حضرتك